Agostino Apolito e je représente Confindustria Firenze, qui est une association qui représente plus de 1300 entreprises. Nous sommes ici aujourd'hui pour comprendre si existe des possibilités de développer le business avec le parc des Arsis, avec les entrepreneurs qui sont ici, avec les entrepreneurs qui viennent investir de la Libye ou de l'Algérie. Des entreprises manufacturières et des entreprises qui promouvent le Made in Italy et qui ont la technologie capable d'améliorer la production et la création de valeur. I'd like to thank the Park of Economic Activities of Tarsis for the opportunity it has offered us, because companies from Florence are trying to develop internationally to find new investment and trade opportunities. And I do believe Park of Tarsis is the best place to do it in Tunisia, and especially because it's located in a strategic position. And there are other companies that we can cooperate with. So this trade mission can be the first step of a deeper cooperation. As Confindustria Firenze, we are highly committed to improve bilateral relationships. اليوم نهار معناتها جورني جات معناتها تحفونا برشا جورني كيما نقولوا معناتها بي تو بي معناتها شرفنا معناتها ولاية بنين ومدينة جرجيس والمنطقة حرة زادة ومعناتها إن شاء الله معناتها بالتوفيق معناتها لشركات معناتها يجوا من الخارج يكونوا معناتها هنا ويعاونوا معناتها التوانسة مش معناتها حتى يحلوا بروجيات ويبداوا معناتها يبنيوا زادة مستقبل على في مدينة جرجيس ولا في المنطقة حرة ونعاونوا زادة الشباب اللي هو معناتها نحكيو على النزيف الهجره نجم معناتها نعاونوهم ونحاولوا معناتها حتى انا نفسيا مع الشركات نتاعي نعاونوا معناتها الشباب لهنا ولي معناتها الامل اللي نسموه به الكل ولي معناتها لو غافي دوفيان غالي. نوجهوا الدعوه للخويين الكل في جرجيس وفي تونس بصفه عامه. احنا كتوانسه لازم نبادروا نكونوا موجودين كرجال اعمال ونشجعوا باش تكون انطلاقه فعليه المنطقه الحره هذه في جرجيس. حققنا هذه الانطلاقه اليوم وهذه تعتبر اللبنه الحقيقيه والانطلاقه القويه من فضاء الانشطه الاقتصاديه بحضور نخبه من رجال الاعمال ومن الساسه ومن المجتمع المدني. هؤلاء تكاتفوا الجهود لاجل انجاح هذه المنطقه التي اليوم نرى لها نجاح كبير. كانت الحمد لله كان نجاح ممتاز وكانت الحضور فات 150 ممثل لشركات إن كان في إيطاليا أو في ليبيا أو الجزائر أو في تونس. إن شاء الله عرفنا بفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس، عرفنا بالميزات متاعو إن كان من موقعه الاستراتيجي إن كان من حيث الامتيازات اللي يحظى بها. أهداف إن شاء الله اللي نقوله احنا مبدئيا من تنظيم هذه التظاهرة هو استقطاب مشاريع جديدة والتسويق لهذا الفضاء. نقول احنا نجحت بدرجه كبيره ياسر. ان شاء الله احنا متواصلين مع الكونفدراسيون تاع المؤسسات، عندنا باش نحضروا برنامج عمل سنوي، وان شاء الله هدفنا الاساسي هو خلق مشاريع جديده في المنطقه، جعل من ولايه مدنين قطب صناعي وتكنولوجي. هدفنا هو تشغيل شباب الجهه، وان شاء الله نتوافقوا، وهذه خطوه ممتازه ان شاء الله ستتلوها ايضا تظاهرات أخرى الهدف منها التعريف بالفضاء
الإشهار للمنطقة وأيضا إقناع الشركات إن كانت أجنبية أو شركات أيضا تونسية بالاستثمار في فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس.